اختتم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين مشاركتهما على هامش أعمال عمومية الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بتنظيم أمسية حول إعلان مملكة البحرين واستعراض التاريخ الطويل من التسامح والتعايش السلمي على أرض المملكة، وذلك بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين وممثلي مختلف الأديان على مستوى العالم. اختتم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين مشاركتهما الناجحة بتنظيم أمسية في نيويورك للاحتفال بإعلان مملكة البحرين وإبراز ما تملكه من إرث عظيم في صون الحريات واحترام التعددية الدينية والفكرية والثقافية. إعلان مملكة البحرين الذي يجسد رؤية صاحب الجلالة المفدى حفظه الله ورعاه فيما يتعلق ب التعايش السلمي والتآخي الإنساني والتسامح الأديان، قدم للعالم نموذج مملكة البحرين وكيف أن هذا النموذج المنير في منطقة الشرق الأوسط ممكن أن يحتذى به على مستوى العالم، ووجدنا بأن هناك إقبال كبير على الاطلاع على هذا الإعلان وما احتواه من قيم نبيلة إنسانية جسدت رؤية صاحب الجلالة. الحقيقة كانت فعاليات جدا مهمة بالإضافة إلى المعرض اللي كان في الأمم المتحدة. كل هذه الفعاليات التي كانت على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلها شكلت بكل أمانة يعني علامة فارقة، خاصة أنها كانت يعني ترجمة حقيقية للعالم الذي كان حاضر هذه الدورة السنة هذه في الأمم المتحدة لرؤى وتوجهات وحكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأيضا هي الوجه الحضاري طبعا المعروف عن البحرين دائما في هذه السنة جاء للأمم المتحدة، فكانت فعاليات جدا ناجحة بشهادة الجميع. تعد مملكة البحرين الشقيقة نموذج للتعايش السلمي، وبكل أمانة الواحد في البحرين لما يزور يحس أن الجميع متواجد بروح واحدة، النسيج الاجتماعي كله مترابط ومتناغم، فالجميع يعيش حياة وبكل حرية ويمارس عاداته وتقاليده والشعائر الدينية بكل حرية. والبحرين طبعا نموذج الخليج والعالم الإسلامي، ونحن إن شاء الله نتطلع لطرح هذه المبادرة للعالمية. احتضان مبادئ الصداقة والاحترام والتقارب الإنساني تشكل في مجملها مبادرات حضارية رائدة اتخذها جلالة الملك المفدى نقطة انطلاق لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، لتمثل رسالة إنسانية سامية لكافة شعوب العالم تتبنى محبة الشعوب وتعددية المجتمعات ونبذ التطرف بكافة صوره. نحن سعداء بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعكس مدى حرص البحرين على إشاعة ثقافة التعايش السلمي كإحدى أهم الضرورات الإنسانية والأخلاقية، وتشكل المبادرة البحرينية دعامة مهمة لجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام من خلال نبذ دعوة التطرف أيا كانت صوره. نثمن ما تقوم به مملكة البحرين، وخاصة جهود جلالة الملك في فتح باب الحرية الدينية على مصراعيه بالمملكة، وهذا ما نجده جليا في وجود الكنائس لعدة طوائف. الرسالة التي يوجهها عاهل البلاد بتجربة التسامح الفريدة هي في الحقيقة مذهلة للغاية. قلما نرى في عالم اليوم مبادرات تدعو إلى التآلف والتجانس بين الأديان، ولكن البحرين شكلت منعطفا فريدا في هذا الشأن، ولا بد من الاستفادة منها في أسرع وقت ممكن حتى تعم الفائدة على الجميع. إذ شاعت ثقافة الرحمة فإن البشرية ستشهد مراحل عظيمة من البناء النفسي والإيماني ستظهر نتائجه على الأمم في صورة تعايش حميد، هذا ما تصب إليه الفلسفة الملكية في البحرين للارتقاء بكل ما هو إنساني سام على أساس متين من الحرية الدينية والتعددية المذهبية.